يتعرض العديد من الأطفال السوريين في المدارس التركية لحالات من التنمر يوميا يقوم بها زملائهم الأتراك ويمارسون أساليب مختلفة من التنمر اللفظي والاجتماعي ضدهم، حيث بدأت هذه الظاهرة تتزايد خلال الفترة الأخيرة وذلك لأسباب عديدة. نتابع المادة التالية ونعود للنقاش. يروي لنا المدرس وائل قصصا عن حالات عديدة من التنمر على الأطفال كان قد عايشها خلال فترة وجوده في المدارس التركية بولاية هاتاي جنوبية تركيا. فهو واحد من المدرسين السوريين الذين استمروا لسنوات داخل كوادر التعليم في تركيا يعايشون الحقائق عن قرب. السبب بيرجع للاجتماع الأساسي. عنا اللي بتسبب بالإيذاء والتنمر هو الطالب اللي بيجي من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة وما دون. الأب التركي المسكين بيطلع على شغله وبيرجع بيدفع أجار البيت وممكن يشتري لابنه شنطة، ممكن يشتري له دفتر إلى آخره. اللي صار إنه الطالب السوري يشتري شنطاي أو ممكن تجي من الأمم المتحدة أو من السعودية أو من هيئة علم القطرية، هيك اللي صار بتركيا يعني. فصار هون الطالب السوري عنده لباس، عنده دفتر أفضل من الطالب التركي. الأب هون بيترك شغله وبيدفع أجار بيت التركي، ممكن يسافر لقبرص، ممكن يسافر لأوروبا لحتى يعطي مصاري لأولاده، وبنفس الوقت فهم أولاده أنه والله أنا هيك حالتي بسبب الوجود السوري. فهذا الطالب صار عنده تعبئة كاملة، صار بده يهجم على الطالب السوري مع رفقاته. ليش؟ لأنه لباسه أفضل، ممكن يكون، ممكن لقمته أفضل. صارت عصابات، إن ما كانت بالصف صارت برات الصف، وصار يتحول إلى إيذاء بالسلوك بالضرب. تتعدد أنواع التنمر التي يتعرض لها الأطفال السوريون في المدارس التركية، فضعف اللغة عند قسم منهم مع بداية دخولهم المدارس، إضافة إلى الوضع الاجتماعي والتحريض المستمر على السوريين ضمن وسائل التواصل التركية، زاد الفجوة بين الأطفال السوريين والأتراك ودفع العديد منهم للتنمر على زملائهم. لما الطفل عم يتعرض للتنمر بالمدرسة بأي مرحلة من مراحل المدرسة، مو بس إنه هو طفل بالمرحلة الابتدائية ولا الإعدادية ولا السنة، بكل مراحل حياته الأهل إنه يكونوا واقفين معه، ما يخافوا من الدفاع عن حق ابنه لما بيتعرض للتنمر. ساعتها الولد رح يكون شخصيته تقوى لأنه بيعرف إنه هو في حدا عم يدعمه، في حدا واقف معه. وجود الأهل دائما بيكون مسبب. بالإضافة للشق الثاني اللي هن كتير مهمين اللي هو كادر التعليم. المدرسة هي العمود الثاني للبناء بالحياة، فهذا الشيء نحن لما نروح للمعلم والمعلمة أو للمدير المدرسة حتى منوصل القصة، وحتى ولو وصلنا لمديرية التربية ما عندنا مشكلة، المهم أنه نحن ندافع عن حق ابننا وما نسمح لحدا يتنمر عليه. عدم وجود حلول سريعة لوقف حالات التنمر من قبل كوادر التعليم التركية أو أسر الأطفال زاد من حالات التسرب عند الأطفال السوريين الذين وجدوا تخليهم عن التعليم وترك المدارس حلاً يخلصهم من التنمر المستمر من زملائهم. انقطاع مئات من الطلاب السوريين عن المدارس وتسربهم منها سنوياً بسبب التنمر الحاصل عليهم هو مشكلة لا تلقى حلاً جذرياً، ليغدو ذلك مشكلة أخرى تضاف إلى الصعوبات التي تحيط بالسوريين اللاجئين في تركيا. عبد منصور، تلفزيون سوريا، مدينة أنطاكيا، جنوبية تركيا. ينضم إلينا من أنطاكيا مراسلنا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة. إذا حالات التنمر بين التلاميذ في المدارس تزداد، طيب هل هناك رصد لعدد هذه الحالات؟ مثلا هي في تتركز بمنطقة محددة بتركيا أم هي بعموم تركيا الإحصائيات بحسب المعلومات لديك؟ نعم أصلاً يعني حقيقة وقبل إعداد التقرير الأخير الذي عرض قبل قليل، يعني كنا نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الحالات، يعني أهالي الطلاب الذين يسألون، أهالي الأطفال السوريين الذين يسألون عن حلول ل يعني أوضاع أطفالهم في المدارس التركية. طبعاً يعني أنا قمت بإعداد التقرير في ولاية هاتاي في مدينة أنطاكيا بالتحديد، لكن يعني سألت عدد من الأشخاص الموجودين في مناطق أخرى كغازي عنتاب ومرسين وأضنا وبعض الولايات الداخلية التركية، لديهم يعني حقيقة نفس الحالات. كما ذكر أصلاً يعني كنا رصدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشرات
الحالات التي يعني سأل بها أهالي الطلاب عن يعني عن حلول بعد أن أصاب أطفالهم يعني أو تعرضوا لحالات من التنمر داخل المدارس التركية. طبعا أصلا يعني هذه الحالات يعني بحسب مدرسين سوريين وأيضا يعني بحسب مختصين هذه الحالات بدأت بالتزايد خلال العام الماضي والعام الحالي. طبعا يعني خلال السنوات الأولى لوجود السوريين لم تكن هذه الحالات بهذا الازدياد، لكن يعني حقيقة مع التحريض الحاصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد السوريين وأيضا يعني مع ازدياد التعبئة الحاصلة من أسر الطلاب وأيضا يعني طيب المحيط. طبيعة التنمر الذي يحدث عبادة ما هو وكيف يتجسد؟ ما هي أشكال هذا التنمر؟ نعم أصلا يعني التنمر يعني بالعموم وفي أغلب الحالات يكون تنمر رضي على الطلاب السوريين على أوضاعهم وأيضا يعني على تدني مستوى اللغة لدى قسم منهم. أيضا يعني بعض الحالات التي ذكر يعني أهالي الطلاب أن هناك بعض الطلاب الأتراك يتنمرون على الطلاب المتميزين، يعني في حال وجود طالب سوري متميز في الصف يقوم الطلاب الأتراك رفاقه بالتنمر عليه لفظيا، يعني يقولون له بأن أنك طالب سوري غريب عن هذا المكان، لا يجب أن تكون متميز أو متفوق علينا. هذا الأمر يعني حقيقة أدى إلى تسرب عدد كبير من الطلاب. كما ذكرت أصلا يعني في الدرجة الأولى هو تنمر لفظي يكون من الطلاب الموجودين في نفس الصف، وأيضا يعني هناك تنمر اجتماعي، هذا التنمر الذي يكون يعني سببه جميع طلاب المدرسة، يعني بعض الطلاب المتميزين في المدارس في ولاية هاتاي تعرضوا للتنمر من جميع أو يعني من أغلب الطلاب حتى من صفوف أخرى. يعني الطالب بعد أن حصل على تميز تعرض للتنمر، يعني ليس فقط التنمر يحصل أو يتعرض له الطلاب يعني ذو المستوى المتوسط أو الضعيف، أيضا الطلاب المتميزين من الطلاب السوريين خلال الفترة الأخيرة بدأوا يتعرضوا لتنمر. يعني الأخصائيين النفسيين قالوا بأن هذه الحالات سببها يعني عدم قدرة الطلاب الأتراك الوصول لمستوى الطلاب السوريين فيقومون بهذا يعني الفعل لتكسير وتحطيم نفسية هؤلاء الطلاب السوريين. أيضا أصلا يعني موضوع مهم جدا وهو يعني عدم وقوف الكادر التدريسي في المدارس التركية وفي أغلب يعني المدارس مع الطلاب السوريين، هذا الأمر أدى إلى يعني جرأة الطلاب الأتراك بشكل أكبر على الطلاب السوريين. وأيضا يعني موضوع مهم آخر وهو عدم لجوء أهالي الطلاب السوريين إلى يعني القضاء أو إلى يعني أن يذهبوا إلى المدارس ويأخذوا حق طلابهم، هذا الأمر أدى بشكل كبير إلى تسرب الأطفال السوريين وتخليهم عن المدارس. اليوم عدم وقوف الأهل والأسرة بجانب طفلهم خاصة في السنوات الأولى من المدارس أدى إلى يعني رفض هذا الطالب الذهاب إلى طيب المدرسة بشكل كبير. الفئات العمرية التي رصدت بها حالات التنمر، المرحلة إعدادية، ابتدائية، ثانوية؟ نعم أصلاً أكثر الفئات التي تتعرض لحالات التنمر هي الفئة الإعدادية، المرحلة الأولى يكون فيها الموضوع أخف خاصة مع يعني الفترات الأخيرة أصبح الطلاب السوريين اليوم يجيدون اللغة التركية بشكل كبير خاصة الفئة الأولى من الطلاب. الفئة الثانية هي الفئة الإعدادية هي الأكثر يعني تعرضاً لحالات التنمر بسبب العمر، عمر المراهقة الذي يعني الذي يكون به الطلاب السوريين والأتراك. العمر الأكبر العمر الثانوي يوجد فيه بعض الحالات، لكن يعني بحسب المختصين والمدرسين السوريين الموجودين هنا قالوا بأن هذا العمر هو أخف. يعني اليوم الطلاب أكثر الحالات التي يتعرضون بها هو في سن الإعدادي. أشكرك كثيرا عبادة منصور مراسلنا من أنطاكيا.